المزمور العاشر. إيمان البار بعدل الله. على الرب توكلت فكيف تقولون لنفسي أنفري إلى الجبال كالعصفور؟ فها إن الخطأة قد أنبضوا القوس، هيئوا نبالهم في الجعبة ليرموا في الخفاء مستقيمي القلوب، لأنهم هدموا ما قد بنيت. أما الصديق فماذا يقدر أن يصنع؟ الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه، عيناه ترقبان البائسة، جفناه يعجمان بني البشر. الرب يختبر الصديق والشرير، ونفسه تبغض من يحب الظلم، فيمطر على الخطأة فخاخا ونارا وكبريتا، ويكون نصيب كأسهم ريح إعصار. لأن الرب عادل ويحب العدل، ووجهه يلقى المستقيمين. آمين.